الرابعة من الرياض وإليكم أبرز ملفات اليوم. كامالا هاريس تجمع أكثر من 80 مليون دولار ومئات الأصوات الداعمة لترشحه. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي على عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية. العربية تلتقي توأما سودانيا أجريت لهما عملية فصل قبل أكثر من 3 عقود في الرياض. ولأول مرة منذ 40 عاما في شبه الجزيرة العربية ولادة 4 أشبال من الفهد الصياد في السعودية. برئاسة الملك سلمان دعا مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت حضوريا اليوم في جدة المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى القيام بمسؤولياتهم لوقف التوترات في المنطقة. كما جدد تأكيد السعودية على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. المجلس جدد كذلك على ترحيبه بالرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. في الولايات المتحدة تنطلق اليوم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في حملتها الانتخابية في إطار السباق إلى البيت الأبيض، حيث من المقرر أن تعقد هاريس اليوم لقاء مع الناخبين في ولاية ويسكونسن، وذلك بعد حصولها على الدعم الكافي من أغلب المندوبين الديمقراطيين لخوض السباق الانتخابي في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وبعدما حصلت على أكثر من 80 مليون دولار لحملتها بالإضافة إلى عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين، باتت هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على بعد خطوة الترشح رسميا للسباق الرئاسي. هاريس قالت إنها تأمل في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن غالبية المندوبين الديمقراطيين البالغ عددهم نحو 4000 والمكلفين باختيار مرشح الحزب رسميا قد أعلنوا بالفعل نيتهم دعم هاريس. وبحسب مسح أجرته أسوشيتد بريس، حصلت هاريس على دعم ما لا يقل عن 2668 مندوبا لتصبح مرشحة الحزب للانتخابات وفقا للإحصاء. أكثر من 1976 مندوبا تحتاج إليهم هاريس فقط للفوز في الاقتراع الأول. وخلال لقاء مع حملتها في ديلاوير، وصفت هاريس مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالمحتال، قائلة بأنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الوراء. تعاملت مع المحتالين الذين يسيئون معاملة النساء ومع من سرق المستهلكين والغشاشين الذين انتهكوا القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لذا اسمعوني جيدا عندما أقول أعرف أي نوع من الأشخاص هو دونالد ترامب، وخلال حملتي سأراهن على سجلي أمامه. عندما كنت مدعية عامة في كاليفورنيا، ترامب كان متهما في قضية جنسية. ترامب يريد إعادة أمريكا للوراء ونحن نريد المضي نحو المستقبل. إذن حصلت كامالا هاريس على دعم كبير من المندوبين الديمقراطيين في أغلب الولايات الأمريكية لتقترب من الترشح لمنصب الرئاسة عن الديمقراطيين وتقودهم إلى سباق البيت الأبيض.
كاميلا هاريس تحصل على دعم عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين لتصبح مرشحة حزبها قبل انعقاد مؤتمر الحزب في شيكاغو الشهر المقبل. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى أن مندوبي الحزب الديمقراطي وقادته بل ومنظمات سياسية اصطفوا خلف هاريس في اليوم التالي مباشرة لخروج بايدن من السباق. دعم المندوبين الديمقراطيين كان له تأثير كبير لتقترب هاريس من الحصول على ترشيح الديمقراطيين لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل. يوم الاثنين اجتمع مندوب الحزب الديمقراطي عن بعد وأعربوا عن دعمهم لنائبة الرئيس للترشح. من بين الحاضرين مندوب ولايات هامة من بينها تكساس وكاليفورنيا مسقط رأس نائبة الرئيس. وبعد الاجتماع حصلت هاريس على دعم ما لا يقل عن 2668 مندوبا، أي أكثر من 1976 مندوبا، وهو عدد الأصوات التي تحتاجها للفوز في الاقتراع. كما دعمها حكام ولايات ميشيغان ونورث كارولينا وبنسلفانيا. أيضا أبدى رؤساء الحزب الديمقراطي في كل الولايات الأمريكية وعددها 50 ولاية دعمهم لترشح هاريس بديلة لبايدن. بايدن شخصيا أعرب أكثر من مرة عن دعم هاريس، وبعد قراره الانسحاب ظهر الأحد سارعت حملته إلى تغيير اسمها إلى حملة هاريس. نائبة الرئيس ورثت حملته التي تضم أكثر من 1000 موظف، وصندوقها الذي جمع حوالي 96 مليون دولار في نهاية يونيو، هذا ناهيك عن جمعها 81 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد تأييد بايدن لها، وهو مبلغ يعد قياسيا لجمع التبرعات الرئاسية بمساهمات من أكثر من 888 ألف مانح. معنا من واشنطن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية السفير آدم إيرلي. سيد إيرلي أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. هل ضمنت هاريس ترشيح الديمقراطيين؟ أعتقد أن هذا الأمر واضح بأنها تحظى بدعم الوفود المشاركة في المؤتمر، والمسألة فيها سيناريو معقد، لكن المؤتمر الوطني للديمقراطيين موعده في 19 من أغسطس، وسيكون التصويت عبر المنصة، وبالتالي سيكون سهلا. والرئيس بايدن ووفده ولديه أكثر الأصوات، وبالتالي هذه الأصوات ستذهب إلى هاريس، وإن لم يكن كل الديمقراطيين سيدعمون خيار الرئيس، وهي وكذلك لا يوجد أحد يقف في وجهها، ويبدو أنه واضح أنها ستكون هي المرشحة عن الحزب. بعد ترشيح هاريس رسميا إذا حدث، هل يمتلك الديمقراطيون الوقت الكافي لمواجهة الرئيس ترامب؟ كما تعلم المواجهة كانت ما بين بايدن ترامب، والآن ما بين هاريس والرئيس الأمريكي السابق. سؤالك مهم، وبصراحة الانتخابات هذه كلها تختلف عن أنماط المتبعة في الانتخابات السابقة، وحتى الآن ما شاهدناه هو كله تعطيل وتغيير، وأشك و سيد إيرلي، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية السفير آدم إيرلي، وكان يتحدث عن ترشح هاريس ومدى حظوظها في الفوز بأصوات ما تبقى من المندوبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة.
تدابير جديدة لخفض التصعيد الاقتصادي أنفقت عليها الحكومة اليمنية واتفقت عليها الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي. هذا ما أكده بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرودنبرغ. تضمن الاتفاق بين الجانبين 4 نقاط. أولها إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك ووقفها مستقبلا. أما النقطة الثانية فقد نصت على استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلات وتسيير رحلات أخرى إلى القاهرة والهند. كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية. وآخر البنود تضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة. معنا من القاهرة المحلل السياسي اليمني عادل شمسان. خفض التصعيد هو الوصف الحقيقي لما جرى ما بين الحكومة والحوثيين، ولكن هل هو تنازل من قبل الحكومة؟ هل هو على الاعتراف أو اعتراف بسلطة الحوثيين على المناطق التي يسيطرون عليها؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. في الحقيقة أن بعد الضربة الإسرائيلية على الحديدة قامت الحكومة بالمصادقة أو ربما المصادقة على ما قدمه المبعوث الأممي، وهو ضمن إطار خارطة الطريق الموضحة فيها. الإجراءات الاقتصادية الآن صعبة جدا في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي المسؤولية تقع على الحكومة وليست على الميليشيا. الميليشيا لم تتضرر بأي شيء ولن تتضرر، لأنها تضع في مخازنها العديد لذويها وأيضا لأتباعها ما يحقق لهم الاستمرار في العيش. لكن من سيتضرر هو المواطنين في مناطق سيزيد التضخم الاقتصادي والأعباء الاقتصادية فيما بينهم. الاتفاق أتى ليس تنازلا كما يصنفه البعض من قبل الحكومة. الحكومة لم تكن لتتنازل عن سيادتها القانونية بالنسبة ما يتعلق بالبنك المركزي والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها في حماية البنوك وأيضا المودعين وأيضا توحيد السياسة النقدية في داخل اليمن ككل. أيضا الإجراءات كانت أيضا تحمي هذه البنوك من تبعات التصنيف الميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وكان هناك ضغط كبير على هذه البنوك. ما قامت به الحكومة الآن هو نتيجة أيضا الضربة الإسرائيلية التي تم إدانتها من قبل الجميع على ميناء الحديدة وعلى محطة الكهرباء الكثيف. وأيضا الأضرار الاقتصادية التي إذن كما تقول هي محاولة من الحكومة اليمنية للحفاظ على المقدرات المدنية في اليمن، خاصة بعد هجوم الحوثية. ولكن ما الذي يفعله السيد غرودنبرغ؟ التهدئة لها سنوات الآن ولم يتحرك أي ملف بشكل فعال غير الاتفاقيات التي أشرنا إليها مؤخرا، ولا تتجاوز اتفاقيات فقط للخطوط اليمنية تتعلق بالبنوك والبنك المركزي، وهي إجراءات محدودة مقابلة أو مقارنة مع الملفات الشائكة بين الطرفين. نعم، وأيضا إذا ما رأينا يعني غرودنبرغ يعني تصرفاته أو تحركاته كلها تسير وفقا لما تريده ميليشيا الحوثي وأيضا السياسة الدولية المتوافقة مع هذه الإجراءات. الملف اليمني هو عبارة عن مجموعة من الأوراق داخل الملف الإيراني، وبالتالي كل ما يصب في مصلحة هذا الملف يأتي ضمنا في مصلحة غير اليمنيين. بالتأكيد نحن والمراقبين كثير يدركون أن السيد هانس ليس موضوعيا في آلية تحركه وعدم ضغطه على ميليشيا الحوثي بشكل يحقق الاستقرار، خصوصا في الجانب الاقتصادي ودعم الحكومة الشرعية في هذه الإجراءات، لأن عملية غسيل الأموال هي تربك الحالة الاقتصادية في داخل اليمن، تؤثر بشكل كبير على عمليات التضخم
التضخم، البنوك الرئيسية التي شملها قرار البنك المركزي في عدن مثل البنك اليمن الدولي وبنك التضامن لديها أموال ضائعة في داخل لبنان، أكثر من 300 مليون دولار للبنك اليمن الدولي وأكثر من 150 مليون دولار لبنك التضامن الذي خسرتها في داخل لبنان، وبالتالي عملية المتابعة. ماذا تقصد سيد عادل جمسان بأن تلك الأموال قد فقدت في لبنان وليس اليمن؟ في الأوضاع كانت هناك استثمارات موجودة من قبل العديد من البنوك في داخل بيروت، وبسبب الأوضاع الأخيرة التي حدثت والانتكاسة الاقتصادية في داخل بيروت لم يعد هناك إمكانية من دفع أموال المودعين كما يحدث الآن في داخل اليمن بالنسبة للبنوك اليمنية الخاصة، وبسبب تصرفات والضغوط التي تمارسها ميليشيا الحوثي وقانون الربا الربوية الذي أصدرته الميليشيا، كل ذلك يؤدي إلى تدمير قطاع المصرفي في داخل اليمن كما حدث في داخل بيروت، والأموال التي كانت مودعة في داخل بيروت هي في طير الخسران إن لم يكن هناك تدعيم للحركة الاقتصادية في داخل بيروت وعودتها. لكن سيد عادل أخيرا بعد الهجوم الأخير نعم على الحديدة، أين سيكون الرد الحوثي؟ هل هناك تصعيد داخلي أم سيكون الرد على إسرائيل كما وعد زعمه؟ التصعيد الداخلي مستمر إذا لم يتحرك وفقا لهذه القرارات الأخيرة وموافقة ترحيب الحكومة اليمنية بهذه الإجراءات، إذا لم يكن هناك آلية لهذه الإجراءات في اعتقادي أن هذه الترحيب من قبل الحكومة لن يكون له صدى أو تأثير إذا استمرت ميليشيا الحوثي بالتعنت وعدم المضي قدما في حل الموضوع الاقتصادي. أما بالنسبة للتصعيد العسكري في داخل اليمن فهو مستمر، الضغط من قبل ميليشيا الحوثي على الجبهات وكذلك في داخل المناطق القبلية، وأيضا ربما هناك ضربات أخرى قد تشنها باتجاه إسرائيل، والرد الإسرائيلي كما عرفنا أنه محدد، وأيضا تم تحديد بنك أهداف من قبل إسرائيل في داخل اليمن، وهذا ما سيؤدي أيضا إلى أضرار كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على حياة اليمنيين. الحكومة رحبت بهذا القرار على أن تكون هناك إجراءات ترتب هذا القرار. نعم عادل شمسان شكرا جزيلا لك. عودة إلى ملف الانتخابات الأمريكية، وينضم إلينا من واشنطن مجددا المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية السفير آدم إيرلي. أهلا بك مجددا سفير إيرلي. كنا نتحدث عن قدرة هاريس على اللحاق بالسباق الرئاسي بما أن السباق بدأ ببايدن ترامب. شكرا أن أعود وأعتذر على الانقطاع. كما قلت فما من شيء طبيعي في هذه الانتخابات، من الصعب أن نقوم بتكهنات، لكنني أقول أن هاريس خلال الساعات 24 الأخيرة منذ انسحاب بايدن جمعت 100 مليون خلال 24 ساعة، وهذا يبين مدى الدعم لترشيحها. والآن كل شيء غير واضح، وأيضا ما هو غير واضح كيف سيهاجمها الجمهوريين. نعم أمامنا فترة لنفكر كيف ستفوز على ترامب، وأعتقد أن الجمهوريين سيكونون وراءها بشدة وبقوة، وأعتقد أن هذا يفتح المجال لأن النصر الديمقراطي ربما يكون ليس بسهل. طيب نتحول إلى الموضوع مهم جدا في المنطقة، وهو الاتفاق الدفاعي ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عصر الرئيس بايدن. تم الوصول إلى تقريبا 90% من الاتفاق وشارف على الانتهاء. هل تتوقع بأن الفترة المتبقية للرئيس بايدن كفيلة بالتوصل إلى اتفاق ما بين الجانبين؟ يا
You know, I think it's very unlikely. أعتقد أنه من غير المرجح، والسبب في ذلك هو أنه ما زال هناك كثير من القضايا العالقة التي لابد من حلها أولها، هذا أولاً. وثانياً، ما زال ممكن لكن سيفاجئني أن يتم هذا بهذه السرعة. وأخيراً، أعتقد أن أكون هناك دعم سياسي من الولايات المتحدة لهذا الاتفاق، وما زالت السياسة في أمريكا غير واضحة، لكن وإعادة الدعم للإدارة كي تقوم بمثل هذه الالتزامات، وأعتقد أن هذه الاتفاقية بحاجة إلى مثل هذا الدعم داخليا. طيب، أخيرا، سواء وصلت هاريس إلى البيت الأبيض أو الرئيس السابق دونالد ترامب، هل تتوقع الاستمرار في هذه الاتفاقية والالتزام بها بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؟ You know, that's again, it's an interesting question. I think that هذا سؤال أيضا مهم، وأعتقد أنه من بغض النظر عن من سيفوز بالانتخابات، فالعلاقات السعودية الأمريكية ستبقى قوية وقوية دائما. فترامب والحكومة السعودية لديهم تاريخ من العلاقات الوثيقة، وهذا سيتواصل. وهاريس أيضا سترث ليس فقط إرث سياسات بايدن، لكن كثير من هم معها كانوا مشاركين في كثير من المفاوضات والاتفاقات والمفاوضات مع السعودية، وبالتالي لن يكون هناك أي عدم اتفاق. أعتقد أننا نستطيع أن نتوقع أن العلاقات السعودية الأمريكية والشراكة بينهما أن ستكون قوية بشكل استثنائي وثابتة ومستقرة. الجانب الإسرائيلي هو في هذا الاتفاق، والشرط السعودي كان أن تلتزم إسرائيل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، فبالتالي الإرادة موجودة لدى السعودية ولدى الولايات المتحدة، لكن الأمر الآن منوط بالجانب الإسرائيلي. المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية السفير آدم إيرلي، شكرا جزيلا لك. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، صحيفة كويتية تكشف أن تنفيذ مشروع القطار بين السعودية والكويت سيبدأ عام 26. اعتمدت اللجنة العليا التوجيهية بين الكويت والسعودية مخرجات دراسة الجدوى لمشروع القطار الرابط بين البلدين الذي سيكون مخصصا لنقل الركاب والبضائع، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في 2026، وذلك حسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية. بين مصدر القبس أن عدد الرحلات بين البلدين ستبلغ 6 رحلات ذهابا وإيابا، كما سيقطع القطار مسافة 500 كيلومتر خلال ساعة و40 دقيقة. قبل 32 عاما أجرى توأم سيامي سوداني عملية فصل في الرياض ضمن البرنامج السعودي لفصل التوأم. اليوم بعد سنوات طويلة من عملية الفصل، يتمتع التوأم بصحة جيدة وتمارسان حياتهما بشكل طبيعي. العربية التقت التوأم سماح وهبة ورصدت طبيعة حياتهما اليومية وعلاقتهما بعد 3 عقود من الانفصال الجسدي. اثنان وثلاثون عاما هي عمر رحلة هذا التوأم السيامي السوداني بعد عملية فصلهما في السعودية عام 1992 ميلادية. سماح وهبة البالغتان من العمر نحو 34 عاما لم يكن انفصالهما عن بعضهما إلا بداية تحولات أضفت عليهما السعادة بعد أن أصبح بمقدور كل منهما أن تعيش حياتها بطريقتها الخاصة. سماح وهبة توأم السيامي السوداني، أول توأم سيامي تم فصله في المملكة العربية السعودية على يد الدكتور الجراح المعروف دكتور عبدالله ربيعة.
عام 1992 ردت لنا روح ثانية من بعد العملية. يعني هذه هي نقطة تحول إيجابية. طبعا الواحدة تقدر تتحكم بحياتها، تتحرك بحريتها، حتى الطلعات زي ما يقولون الواحدة تأخذ راحتها بهذا الشيء. حالة من الاندماج مكتملة الأركان تعيشها سماح وهبة مع العادات والتقاليد السعودية، فهما لا تخفيان شعور الانتماء لوطن ولدت فيه أحلام وطموحات هذا التوأم السيامي. وطني، حتى لو ما عندي جواز فهي وطني، دمي فيها. يعني نفس الشيء، احنا تربينا هنا وقمنا هنا، عاداتنا وتقاليدنا هي في السعودية. يعني محتفظة أكيد أنا بأهل وأحبابي اللي في السودان، لكن عندي ذكريات كبيرة جدا في السعودية من الصغر، أنا بالروضة والابتدائي وكلها إلى الثانوي، وكمان أخذت فترة عملية هنا اشتغلت، بعدين رجعت السودان ورجعنا مرة ثانية، فحياتي كلها هنا. رغم اختلاف شخصيتهما إلا أنهما تتطابقان في القوة والشجاعة في مجابهة التحديات، وتتشاركان العلاقات الاجتماعية منذ الصغر. دحين يا دوب شويه بدت كل واحده شو ايش عندها روتينها شويه الخاص لها، يعني دوامها مختلف عن دوامي، هي صباحا انا مساء. حتى الصديقات اختلفنا شويه، حتى الصديقات بدينا شويه نختلف من بعض، لكن صديقات مشتركه أكثر. ايوه، بس الفتره اللي فاتت كلها، اللي 29 سنه اللي فاتت كلها، لا كله مع بعض، حتى صحباتنا وحدات. يعني وسط شعور مختلط تتصفح الاختان ذكرياتهما على منصات التواصل الاجتماعي التي توثقها هذه الصور منذ صغرهما، إلا أن صورة الجراح السعودي عبد الله الربيعة كان لها النصيب الأكبر من مشاعرهما المليئة بالسعادة والفخر. نحن ممنونين للدكتور عبد الله الربيعة بكل خطوة نخطيها وفي كل حياتنا. يعني عموما كان يقول نقطة تحول، صباح نقطة تحول بالنسبة لي. إلى الآن أتذكر هذا اللقاء، في لقاءات كثيرة كان يحكي عننا، فأنا وجوه يعني الله يعطيه الصحة والعافية. دعم سعودي إنساني على المستوى الصحي والتعليمي للأختين، بدءا من تبنيها إجراء عملية الفصل حتى تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لتتمكن من الانخراط في الحياة الطبيعية. من الدمام، علي اللغبي، العربية. في خبر سعيد، يعود الفهد الصياد المنقرض في شبه الجزيرة العربية منذ 40 عاما إلى الصحاري السعودية مجددا، وذلك بعد ولادة 4 أشبال للفهد الصياد تحت إشراف المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية، الأمر الذي يهدف للحفاظ على التنوع الأحيائي وحماية التراث الطبيعي وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. ينضم إلينا من الرياض الدكتور محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، نبارك لكم هذا الخبر السعيد. حدثنا عن هذه التجربة وكيف استطعتم إعادة الفهد الصياد إلى صحرائنا السعودية. حياك الله ورحب فيك ورحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. طبعا خبر فعلا مثل ما تفضلت أنه سعيد اليوم، إحنا بدأنا في أول ولادات الفهد. وطبعا بس للمعلومية، ترى يعني إكثار الفهد من الإكثار تعتبر يعني فيها صعوبة وفيها تحديات، والحمد لله المركز نجح بذلك. بس برجع كذا قليلا في السابق، من يوم نشأ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبدأ العمل في عام 2021 وهو يعمل جاهدا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز. إحدى هذه الأهداف هي التنوع الحيائي والمحافظة عليه والنظم البيئية. التنوع الحيائي مهم جدا في حياتنا للتوازن البيئي بصفة عامة. الآن المركز من عام 2021 بدأ فعلا بإطلاقات عديدة كما تعلم، والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات يعلموا أنه صارت إطلاقات كثيرة من كثير من الكائنات والظرفيات مثل الضباء والأرانب والطيور، وكذلك الوضيحي اللي هو المها العربي والوعود، طبعا كلهم في مكانه اللي موجود تاريخيا. الآن نعمل على المفترسات، وهذا من أجل طبعا التوازن الطبيعي في المنطقة. الآن احنا الحمد لله عملنا الإطلاقات هذه وعندنا إنتاج جيد من هذه الكائنات، لكن المفترسات بدأ المركز الآن في إنشاء هذه البرامج. على سبيل المثال عندنا برامج للذئاب، للضباع، للذئاب، كذلك كثير من القطط البرية مثل القط الرملي وقط البري والوشق وغيرها من الكائنات. طبعاً الفهد دكتور محمد، لك اسمح لي في موضوع الفهد الصياد، هل لدينا أرقام؟ كم عدد نعم الموجود منها حاليا، وهل هي في الأسر أم في المحميات الطبيعية
في المملكة؟ هي الآن ما زالت في الأسر. طبعاً الفهد الصياد نحن كان عندنا تحدي أنه أصلاً منقرض في الجزيرة العربية ولا يوجد له أي أثر. الآن من أكثر من 40 عام الآن إحنا بالدراسات اللي تمت في الكهوف ووجود الموميات كما تعلم حقيقة أعطتنا الدعم الكامل نعرف ما هو تحت النوع المتواجد في المملكة. وجدنا أنه في نوعين، الأفريقي والأسيوي. المركز الآن لديه الكائنات هذه وعملنا على إكثارها بالطريقة العلمية وبالاستخدام الجينيتكس بحيث أنه إحنا ننتج إنتاج قوي ويتم إطلاقه إن شاء الله في البرية. الآن المتواجد لدينا أكثر من 16 يعني individuals اللي هو أعداد، والإكثار اللي تم الآن أول 4 فهود أنتجتها الآن، وفي أخبار كمان جيدة في القادم إن شاء الله لإكثارها إلى عدد معين، وإن شاء الله أول إطلاق تجريبي لهذه الكائنات بعد التأكد من الوضع البيئي في المنطقة يتم إطلاقه إن شاء الله تجريبي في 2027 في مكان مسيج، وبعدها إن شاء الله 2029 يتم الإطلاق الكامل لعودة الفهد الصياد لأراضي المملكة في مواقعها التاريخية. جميل. هذا التنوع البيئي وهذا التنوع الفطري فيما يتعلق بهذه الحيوانات سواء كان من خلال المها أو الذئاب أو الفهد الصياد، كيف سيسهم مثلا في تعزيز الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ودعم السياحة خاصة في ظل توجهاتكم بفتح بعض المناطق للسياحة والتعرف على هذا التنوع البيئي في المملكة؟ طبعا كما تعلم الآن يعني الإعلان تم سمو سيدي في السعودية الخضراء في إعلان محميات 30% بري 30% بحري، ويمكن هنا سبقنا العالم كله هذا الخبر حقيقة قبل حتى ما يعتمد عالميا. إحنا الحمد لله سمو سيدي أعلنها على الملأ إنه فعلا إحنا الآن ما تعمل على 30% محميات الطبيعية الموجودة، سواء يعني محميات طبيعية أو المحميات عند زملائنا الملكية وما يعملوا عليها على المحافظة على البيئات وعلى الكائنات الحية، هذه حتكون مواقع الفهد بإطلاقها في الطبيعة. فكيف الاستفادة منها سياحيين؟ الآن هتكون إن شاء الله في سفاري وفي في محميات للاستدامة للزيارة السياحية والسياحة البيئية إلى الآن المركز يعمل بها بقوة مع جميع الزملاء لوجود فعلا استخدام هذه المحميات السياحة البيئية، هيكون لها سبق كبير جدا وأهمية بالغة في هذا الأمر. الدكتور محمد قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، شكرا جزيلا لك. في الرياض شهد الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي تستضيفه العاصمة استال ستار على بطولتين إضافيتين ليصل مجموع الألقاب التي اختتمت منافساتها إلى 6 من أصل 22 بطولة، وبمجموع جوائز هي الأغلى في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم والذي يتجاوز 60 مليون دولار. هذا وتستمر اليوم منافسات المرحلة الثانية من بطولة بوبيك موبايل بمشاركة 16 فريقا من أصحاب المراكز الاثني عشر والاثنتي عشر المتأخرة، إضافة إلى 4 فرق من مختلف المناطق تشارك بنظام الدعوة المباشرة. معنا من بوليفارد الرياض مراسل العربية الزميل عبد الرحمن العصيمة. أهلا بك عبد الرحمن. إذن المنافسات ما زالت مستمرة ومحتدمة. نعم محمد، 3 أسابيع من الأجواء الحماسية والتنافسية هنا في كأس العالم في مدينة الرياض وتحديدا في البوليفار. صدع زميلي سعود يأخذ لنا جولة في المكان. نحن الآن من المدرجات المطلة على المتسابقين في أحد القاعات الثلاث وهي قاعة الألعاب القتالية. نشاهد الآن المتسابقين والجمهور والأجواء التنافسية. طبعا لا يزال الفريق السعودي متصدر، تيم فالكونز هو المتصدر لجميع المسابقات رغم هزيمته الأسبوع الماضي، لكن متوقع أيضا خلال الأسبوع الجاري والأسبوع القادم أيضا تزداد المنافسات حدة ويزداد أيضا عدد الجماهير والمهتمين بهذه الألعاب. طبعا فيما يتعلق بآخر أخبار هذه الألعاب، أقيمت 3 منافسات في الأسبوع الثالث اختتمت قبل يومين يوم الأحد، وأيضا
هناك أربع فرق تشارك من مختلف المناطق في هذه اللعبة. طبعا متوقع أيضا أن يكون هناك تنافسية عالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. نشاهد هنا الرقابة الصارمة على اللاعبين فيما يتعلق بمراقبة اللعب. هناك أيضا شاشات متوزعة على كافة القاعة لمشاهدة الجماهير لهذه التنافس. الآن المتسابقين وصلوا إلى مرحلة اسمها Survival Stage، أي منصة البقاء، يعني تقريبا خروج المغلوب. لذلك نشاهد الحماس الكبير من الجماهير لمتابعة هذه اللعبة وهي لعبة الببجي. أيضا متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة تشهد المزيد من التنافسية وإقبال المزيد من اللاعبين. طبعا الآن نحن في الساعة الرابعة مساء، الحضور يعتبر حضور جيد إلى حد ما، لكن في ساعات المساء المتأخرة بعد الساعة السادسة مساء يزداد عدد أكثر فأكثر. ومع إجازة نهاية الأسبوع يشهد كأس العالم إقبالا كبيرا من أيضا من دول الخليج والدول العربية، من الإمارات والبحرين والكويت ومصر وغيرها من الدول الأوروبية لمشاهدة هذه المنافسات. ولا ننسى أن الجوائز تعتبر ضخمة للغاية، 60 مليون دولار. لأول مرة يتم رصد هذه الجائزة في مسابقة للألعاب الإلكترونية، ومتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تتحول العاصمة السعودية الرياض إلى مقر رئيسي للألعاب الإلكترونية من ناحية التأسيس، الصناعة، المسابقات واستقطاب أبرز اللاعبين في هذه الألعاب. وأيضا ربما نشاهد جائزة أكبر في الأعوام المقبلة، ونشاهد أيضا إقبال كبير من الشباب السعودي على مثل هذه الألعاب. نشاهد هنا أيضا حضور ليس فقط من المقيمين أو الأجانب، حتى نشاهد حضور كبير من الشباب السعودي لمتابعة هذه اللعبة والألعاب المتبقية سواء كرة القدم والألعاب التنافسية الأخرى. جرب حظك وتشارك في هذه المنافسات عبد الرحمن. والله إذا تلعب معي فريق يا محمد أنا جاهز. 60 مليون دولار. عبد الرحمن العصيمي شكرا جزيلا لك. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، مسؤول كوري يكشف عن نقل 7 شركات كورية جنوبية مقرها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض. أهلا بكم من جديد. أوضح المستشار التجاري في سفارة كوريا الجنوبية في السعودية أن الشركات الكورية التي نقلت مقرها الإقليمية للعاصمة السعودية الرياض بلغت نحو 7 شركات كبرى، أبرزها LG للأجهزة الإلكترونية وسامسونج ونوسان المختصة في أعمال ونشاطات البنية التحتية. مضيفا في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية أن الشركات الكورية التي تعمل في السعودية يصل عددها إلى 44 شركة في مجالات مختلفة، 22 منها في القطاعات التجارية و22 في البناء والتشييد. وكشف سونغ كوان لي عن أبرز المشاريع الحيوية والتنموية التي تعمل فيها الشركات الكورية، وهي مشروع النيوم وبرنامج زيادة غاز الفاضلي الحزبة 1 وأربعة مشاريع وأربعة ومشاريع البناء الصناعي، ومنها بناء السفن وصناعة السيارات ومشروع التوأم الرقمي مع شركة نابر. عين رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الدكتور سعد البازع رئيسا لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا. ويمتلك الدكتور البازع خبرة واسعة في مجالات عدة أبرزها النقد والأدب والترجمة، بالإضافة إلى رصيد وافر من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية. هذا وتركز الجائزة التي عين البازع رئيسا لها على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية وقابلية تحويلها إلى أعمال سينمائية. يوم غد الأربعاء سيحجب القمر كوكب زحل على الأرض، ولكنه سيشاهد في بعض الدول العربية. نتابع التفاصيل مع خالد زعك. We'll be right back.
أقرب الأجرام السماوية القمر وأبعدها النجوم، والكواكب واقعة بين النجوم وبين القمر، والكواكب والقمر وحنا اللي ساكنين بالأرض ترانا تابعين للشمس بما يسمى بالمجموعة الشمسية. وبما أن القمر يدور حول الكرة الأرضية باستمرار، فإنه أحيانا يمر بيننا وبين الكواكب، أو بيننا وبين النجوم، أو بيننا وبين الشمس. فإذا مر بيننا وبين الشمس فإنه يحجب ضوء الشمس عنا ويسمى بكسوف الشمس، وإذا مر بيننا أو بين النجوم أو بيننا وبين الكواكب فإنه يحجب عنا ضوءها ويحجب عنها جرمها بما يسمى باحتجاب الكواكب. وفي يوم غدنا الأربعاء 24 يوليو سيحجب القمر عنا كوكب زحل، ويشاهد في بعض المناطق العربية، وبعضها يشاهد على شكل اقتران، والاقتران هي أقرب مسافة بين جرمين سماويين، ولهذا يسمى عقد النكاح بعقد القران. ليه؟ لأنه قرب بين اثنين من الأصل أنهما مبتعدين. وأشهر الاقترانات اقتران القمر بمحبوبته الثريا، ولما بدا لي أنها لا تحبني وأن هواها ليس عني بمنجلي، تمنيت أن تهوى سوايا لعلها تذوق صبابات الهوى فترق لي. راحت العصاية خالد زعك. إخدام الرابعة، هذا أبرز هذه أبرز عناوين اليوم. كمال هاريس تجمع أكثر من 80 مليون دولار ومئات الأصوات الداعمة لترشحها ديمقراطي. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية. العربية تلتقي توأما سودانيا أجريت لهما عملية فصل قبل أكثر من 3 عقود في الرياض. ولأول مرة منذ 40 عاما في شبه الجزيرة العربية ولادة 4 أشبال من الفهد الصياد في السعودية. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.